زي ما قال ابو تركي، شوف البانوراما اكثر من رائعه، وكل مقطع فيها يحتاج الى بصراحه محور، ويشكرون الشباب اللي صلحوها. بس خليني بس امر عليها بسرعه. لما نتكلم على اللي ترتيبه الثاني هو نادي التعاون، يعني يعطيك قيمه العمل في نادي التعاون. الانديه كلها لاهيه في فيها ايه والنجوم والاشياء هذه، وهم شوفهم في المركز الثاني، والان هم افضل فريق تقريبا في حتى استثمار الاهداف اللي عندهم. فلذلك حقيقه التعاون من نجوم الخمس جولات هذه كلها. اجي على الثانيه، على تعامل الحكم مع حركه البليهي وحمد الله، ولما كبر دماغه يعني شوف، او هذه الحكام السعوديين، يعني انت تخيل لو انه بالنسبه له حكم سعودي، بتخيل كيف بتصير مشكله كبيره. ولكنه ولا عبره الحكم، زي قال يلا قوموا قوموا كملوا بس السوالف هذه. فلذلك برضو نفس الحكايه، يعني انا اتمنى برضو ما تجي المباراه كلها تمثيل، خصوصا احنا نبغى نشوف متعه، نبغى نشوف كوره، ما نبغى نشوف الصراعات داخل الملعب. الشيء الاخر بالتاكيد لما تكلمنا عن نادي الاتفاق، بصراحه بوجود هدف ديمبلي الثاني اللي ثبتها، هذا اللي من هندرسون الى ديمبلي ثبتها في حاله الحركه وقاعد يجري معاها، من الاهداف اللي ممكن ما تتكرر كثير، وتدل على التاسيس للاعب، كنترول كبير، وجالسه تركض ويركض معاها. يعني في بعض المرات تشوف الكنترول وانت واقف حاجه الثبات انت واقف، بس انك تجري معاها وتختار التوقيت وتنزلها وقبل لا تنزل الارض وتمشي، صراحه يعني الدوري السعودي متعه. تبغى تشوف الاتفاق تلاقي فيه لاعبين، تروح لم تروح للحين شو اسمه للتعاون تشوف كيف طريقه المنظومه، عاد النصر والهلال والاتحاد هذا حاجة ثانية.